لبنان من قلعة بعلبك لقلعة سور لقلعة صيدا لصخرة الروشة لجبيل، بلد صغير بمساحته لكن عظيم بتعدد حضاراته. الكبير وديع الصافي قال لي كلمة، قال لي أنت بتغني من قلبك. وين ممكن يكون في أسرار؟ تحت هيدا بدنا نحفر. حسب ما بين معي أنا بدنا ننزل شي 10 أمتار تحت الأرض. 10 أمتار؟ ريسيرشر بعالم الآثار دكتور إيلين صادر. كثير بيقولوا انه اللي ما عنده ماضي ما عنده مستقبل. بعدك مثابرة؟ هلا بجوز اكثر لان بفهم اكثر شوي. ما بدك تغيري ابدا؟ صح. الأسرار شيء عظيم وشيء لازم نتمسك فيه ومش لازم ينباع وما بيتم. التراث بدمنا وما فينا نطلع منه. The Researcher مع الدكتور عماد بوحمد الجمعة 9:30 المساء على الـ LBCI.